مرحبا شباب، اليوم الفيديو بموضوع بعض مشاكل الإناث تجاه البيض أو كسر البيض ببعض الحالات. وصلنا سؤال من صديقة الصفحة تقول: أنا عندي مشكلة، الطيرة اللي عندي قبل شهر بيضت 4 بيضات، 2 وضعتهم في العيش و2 كسرت، المهم نامت على البيض، ورا كم يوم لقيت البيض مكسور، هسه قبل يومين باضت 2 خارج العش، لقيت المكسورات ما اعرف شو اسوي لها، مع العلم يوجد فحل وياها بس الفحل اصغر من عدها متوالفه وياها، احتاريت شو اسوي وياها. تحياتنا لك صديقتنا ولكل متابعينا. هنا هاي المشكله هواي قاعد تتكرر، واكثر من مره نفس الموضوع اجاني ووجهت بشغله انه والحمد لله والشكر هي نجحت، وان شاء الله الموجودين اللي راح يتابعون هذا الفيديو اللي وجهتهم بهذا الموضوع يعطون تعليقهم. الشغلة هي السبب ان قوة الفحل الزايدة ويبحث عن تزاوج من جديد هو اللي يخليه يكسر البيض للنثية، يعني مو النثية اللي تكسر البيض، ولا اكو اي مشكلة عند النثية، ولا اكو مشكلة بالعيش او بالقفص او الى اخره، بس النثية اذا وياها فحل وبيضت ولقيت البيض مكسور سواء بالعش او بالقاع مكسور، هذا سبب الفحل. الفحل من يكون نشط زايد عن اللزوم يبحث عن تزاوج من جديد، فش راح يسوي؟ راح يكسر البيض، واذا ما كسر البيض راح ينتظر الافراخ، يخنق الافراخ يقتلهن حتى يتزاوج من جديد ويا النثية. احنا بهاي الحالة شو نسوي؟ اول ما النثية تكمل بيضاتها سواء يعني 3 او 4 بيضات نشوفها كملت بالعش، رأسا نسحب الفحل، والفحل نخليه بغير مكان، يعني ما تشوف النثية، ونعوف النثية وحدها هي اللي تنام على العش، هي اللي تحضن البيض، وهي اللي توكل الأفراخ لحد ما يكبرون. شغلة طبيعية وماكو أي مشكلة بيها، مجرد أن تكمل الأفراخ ويصيرون ربع ديل أو نص ديل حسب أنت اللي تريد تسحبهم من جديد، تسحب الأفراخ العفو من يمها وترجع فحلها إلها يتزاوجها من جديد، وهم تبيض وهم تسحب الفحل. يعني تخلي الفحل عمله فقط للتلقيح، لا تخليه يبقى ويا النثية، لأنه هذا الفحل نشاطه زايد عن اللزوم وهو اللي يكسر البيض. إن شاء الله وصلت المعلومة، وتحياتي لكم.